أهلا بكم ولادي وبناتي مرة تانية في كورس البداية الصح اللي هيخليك ماشي في الطريق الصح علشان توصل للنتيجة بطريقة صح في سنة 2025. ومعانا النهاردة الحلقة رقم 4. احنا اتكلمنا عن ازاي تكتب صيغة في الحلقة الاولى، اتكلمنا عن ازاي تكتب معادلة وتوزن معادلة في المعادلة في الحلقة التانية، اتكلمنا كمان ازاي توصف الجدول الدوري وتتعامل مع المكونات بتاع الجدول الدوري. رقم 4 وحلقة النهاردة من الحلقات المهمة المميزة اللي هنحتاجها في الباب الاول، وهي قواعد توزيع الالكترون. بصوا يا شباب وبنات، علشان توزع الالكترونات احنا هنعدي النهاردة على 3 قواعد وعندنا حالات شاذة، فالنهاردة هنكون بنركز في 4 حاجات. 1، ازاي نوزع في المساويات الاساسية. 2، ازاي نوزع في المساويات الفرعية. 3، ازاي نوزع في الاوربيتالات. 4، هناخد بعض الحاجات اللي بتشز عن القاعدة. رقم 1، ازاي نوزع في المساويات الرئيسية. بص معايا كده في المساويات الرئيسية، وده كان زمان احنا واخدين حاجة زي كده، فمثلا كنا زمان بنقول صوديوم 11، احنا كنا بنوزع العائد الذري اللي هو 11، كنا بنقول 2 8 1، فاذا ده كان عبارة عن التوزيع بتاعنا. طب يلا كده ناخد عنصر اكبر من شوية، كالسيوم 20، كنا بنقول 2 8، وبعدين يا مصر بقى لي 10. انت عارف ان المساواة الاول بيشيل 2، والمساواة التاني بيشيل 8، والمساواة التالت بيشيل 18، والمساواة الرابع بيشيل 32 من العلاقة 2n سكوير 2n تربيع، فاذا دي العلاقة اللي بتحدد عدد الالكترونات. طب والمساواة الخامس 32، طب والسادس 32، طب والسابع لو فيه برضه يبقى 32. ليه؟ علشان الاستقرار بتاع الذرة. طب يا مستر انا المساواة التالت بيشيل المفروض 18، انا باقي لي 10، اخليها كام؟ 8 و2. ليه؟ اول قاعدة في المستويات الرئيسية، اول قاعدة في المستويات الرئيسية بتقول لي ان احنا بنكون بنوزع على اساس ايه؟ على اساس العدد اللي هو اللي عندي ده، المستوى الاول 2 8 18 32. طب انا قلت 2 8 وبعدين اتبقى 10، يبقى 8 2. وضع الاستقرار ايه؟ وضع الاستقرار يا 8 يا 18. تعالوا ناخد عنصر اكتر شوية، مثلا 26، يلا كده مع بعض، 2 8 يبقى كده عبارة عن 10، باقي لي 16، مش هحط 16، هحط كام؟ برافو، 8 وبعدها 8. طب ناخد عنصر اكبر شوية، يلا سيزيوم 55، يلا كده معايا، ها 2، ايوه برافو، 8 ده يشيل 18 يقضي معايا كده، 2 و8 و18 يبقى 28، باقي لك 27، 27 يبقى 18، باقي لك 9 يبقى 8 1. انا كده بوزع في المساويات الرئيسية على حسب ايه؟ على حسب وضع الاستقرار. ناخد مثال اخير، فرانسيوم 87، يلا كتير، اهو 2 8 18 يقضي يا شباب 32، كده وصلنا 60، 60 من 87 يبقى باقي لي 27، ده يشيل، مش هحط 27، احط 18، وضع الاستقرار، باقي لي 9، وضع الاستقرار، 8 وبعدها 1. يبقى احنا كده قلنا القاعدة رقم 1 التوزيع في المساويات الرئيسية. القاعدة رقم 2 التوزيع في المساويات الفرعية. ايه المساويات الفرعية؟ يلا مين يفكرني؟ S و B و D و F، دي مساويات فرعية. طب ازاي اوزع في المساويات الفرعية؟ في قاعدة كنا وزعنا فيها زمان في سنة تانية اسمها مبدأ البناء التصاعدي، كنا بنملى المساويات الفرعية المنخفضة في الطاقة وبعدين الاعلى في الطاقة. خدنا قصة مع بعض كده اكيد فاكرها، فاكر القصة بتاعت SS بس بس دبس دبس فدبس فدب، ايه اللي احنا قلناه ده؟ دي القصة بتاعت ملء المستويات. تعالوا كده نحط مع بعض كده الارقام بتاعتنا، يلا الاس ابدأها بواحد، 2 شغال على الاس، 3 4 5 6 7، يبقى اذا فعلا دول الاس. تعالى كده نروح مع بعض لحاجة تانية غير الاس، لو مثلا قلنا البي، البي يبقى كده كام؟ انا عندي هنا 2 وبعدين 3 4 5 6 7، يبقى اذا الاس بدات بواحد، البي بدات باتنين. تعالوا نروح كده لحاجه تانية، لو انا مثلا عايز اعمل حاجه تاني مثلا وهبدا في الدي، الدي هبداها ب3 4 5 6. طب تعالوا ناخد حاجه تانية كده، باقي لي لسه الاف، يلا الاف مثلا
وليكن نخليها كده الاف نقول هنا عبارة عن 4 و5. يعني عايز اقول يا شباب وبنات الاس بدأناها بواحد، البي بدأناها باثنين، الدي بدأناها بثلاثة، الاف بدأناها باربعة. انا مليت القليل في الطاقة اللي هو الواحد اس وبعدها الاثنين اس وبعدها الاثنين بي، اس اس بي اس بي اس بس بس دبس دبس فدبس فدب. ده الطريقة اللي بوزع بيها المستويات الفرعية. تعالوا ندي مثال. الصوديوم 11، انا مش هقول 2 8 1، انا هوزع باس اس. يلا كده نقول ادي 1 اس 2، 2 اس 2، 2 بي بتشيل 6. طب يا مستر كده 10 باقي لي 1، بعد ال 2 بي 3 اس احط 1. يلا واحده ثانيه اعلى شويه، حديد 26. يلا نوزع 1 اس 2، 2 اس 2، 2 بي 6، 3 اس 2، 3 بي 6، 4 اس 2، 3 دي. كده انا وصلت 20، يبقى باقي لي كام؟ باقي لي 6. انا كده وزعت في المستويات الفرعيه. بس وانا بوزع في المستويات الفرعيه لو في رقم كبير ممكن اختصر، بدل ما اقول 1 اس 2 اس 2 بي وهكذا، هاخد طريقه اسمها طريقه الغازات الخامله. ايه طريقه الغازات الخامله؟ الغازات الخامله مين فاكر؟ هناك زر، هيليوم، نيون، اردن، كريبتون، زينون، رادون. يلا العدد الذريه 2 10 18 36 54 86. كل واحد من الغازات بيجي بعده مستوى فرعي، ده يجي وراه 2s 3s 4s 5s 6s 7s. طب تعالوا كده نجرب. الصوديوم 11، انا هنقي واحد من الستة دول اصغر منه مش اكبر منه. مين الاصغر من ال11؟ النيون. يبقى اقول نيون 10 وبعد النيون 3s1. يبقى ده التوزيع. اديكم مثال تاني، حديد 26. اقرب حاجه لل 26 مين؟ برافو، ارجون 18. يبقى اقول ارجون 18 4s2 3d6. دي بنسميها طريقه الغازات الخامله. يبقى احنا كده اتكلمنا عن واحد ازاي اوزع في المستويات الرئيسيه، وقلنا ده قاعده بنسميها اللي هي بتاع وضع الاستقرار. 2، قلنا كمان ازاي نوزع في المستويات الفرعيه بمبدا البناء التصاعدي من 1s اللي هي قاعده SS بس بس دبس دبس فدبس فدب، دي اللي احنا اتكلمنا عنها. كمان قلنا ازاي بنراعي موضوع الترتيب اللي عندي، بنقي اقرب غاز خامل. رقم 3، قاعده هوند. قاعده هوند دي خاصه باخر مستوى فرعي، ودي هنحتاجها في الباب الاول. يعني مثلا لو انا وزعت عنصر وليكن ارجون 18 4s2 3d6، لو انا عايز اوزع بقاعده هوند، هوند قال لي اخر مساواة هنا الدي، ادي الدي اهو، الدي بيشيل 5، ده في كام الكترون؟ 6. بيقول لي ما يحصلش ازدواج بين 2 الكترون في اوربيتال معين الا بعد ان تملا اوربيتالاته فراد اولا. يعني ايه؟ يعني السته دول اقول 1 2 3 4 5 وده يرجع يزدوج. يبقى دي بنسميها قاعده هوند. طيب افرض يا مستر الدي كان فيها 3، بصوا معايا نعملها ازاي. ادي 5 اهو، 1 2 3. طب افرض البي كان فيها 3، البي 3 هيبقى 1 2 3. طب افرض البي فيها 4 هيبقى 1 2 3 4 بالشكل اللي عندي ده. فاذا دي بنسميها قاعده هوند. يبقى قاعده هوند بتقول ما يحصلش ازدواج ما بين 2 الكترون في اوربيتال معين الا بعد ان تملا اوربيتالاته فراد اولا. في البي اسمها اكس، اسمها واي، اسمها زد، فده اسمه بي اكس وده اسمه بي واي وده اسمه بي زد. طب تعالوا مع بعض كده ونشوف هل في حاجات بتشز عن القاعده في حيز دراستنا، مش هنروح كتير. عندي مثلا الحاجات اللي تبقى الدي فيها 4 ما تنفعش، هتبقى الدي 5 والاس 1. الحاجات اللي الدي فيها 9 ما تنفعش، هتبقى الدي 10 والاس 1. يبقى انا كده عندي حاجتين تخلي بالك منهم. خلي بالك الكلام ده مش خاص بالاس ولا خاص بالبي ولا خاص بالاف، ده خاص بمين بس؟ بالدي. يعني لو الدي 4 تبقى 5 ولو الدي 9 تبقى 10. يلا كده اشهر مثال
نحاس 29، أرجون 18، 4 إس 2، 3 دي 9. ما ينفعش يا مستر، أخلي دي كام؟ 10. وادي عندك 3 وخلي دي 1، يبقى اذا فعلا ارجون 18 4 اس 1 3 دي 10. على فكره النحاس واللي تحت كله زي بعضه، يعني النحاس تحت الفضه وتحت الذهب، دول اللي هم سميناهم في لذات العمله. طب اديكم مثال تاني زي الكروم 24، يلا كده ارجون 18 4 اس 2 3 دي 4، ما تنفعش ده 4، يبقى دي 5. وعندك هنا الاس 1، على فكره مش الكروم بس واللي تحت الكروم، حاجه اسمها ام او وحاجه اسمها الدبليو. فانا عندي اي حاجه بوزعها الاقيها فيها 4 مش هتنفع، لقيتها فيها 9 مش هتنفع. فانا كده عندي الحالات اللي بتشز عن القاعده، رقم 1 الدي 4 تبقى 5 و1، الاف 9 تبقى كام؟ 10 و1. يبقى انا كده اتكلمت النهارده عن، يلا بسرعه معايا، اربع حاجات: 1 ازاي وزعنا العناصر في المستويات الرئيسية، ازاي وزعناها في المستويات الفرعية، ازاي وزعناها في الاوربيتالات، واخيرا خدنا بعض القواعد اللي بتشز عن القاعدة. عندك في المذكرة ممكن تبص على الامثلة اللي عندك محلولة، في امثلة كتير ممكن تكون بتتابع معايا كده فيها امثلة محلولة على كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة. يلا كده نبص مع بعض على قاعدة من قواعد النجاح، بيقول لك الناجحون يفكرون بهذه الطريقة. ايه هي الطريقة؟ ليس المهم ما يحدث لي بل ما يحدث بداخلي. يعني مش المهم بيحصل لي، لكن المهم بيحصل جوايا. ليس المهم حجم المشكلة، ولكن المهم طريقة تعاملي مع المشكلة. لو حصل لك اي مشكلة في المذاكرة، اي مشكلة مع اصحابك، مش المهم المشكلة، انت بتتعامل ازاي مع المشكلة. وان شاء الله ما يبقاش عندك مشاكل السنة دي، احنا عايزينك تبقى زي الفل وماشي بطريقة صح. وما تنساش ان انت معانا هنا في كورس البداية الصح اللي من خلاله هتقدر تكمل مشوارك صح. وان شاء الله نشوفكم في الحلقة اللي جاية في موضوع رقم 5 من مواضيع كورس البداية الصح.